بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي مشاهدي نايل سبورت في كل مكان، من استاد القاهرة الرياضي أسعد باللقاء مع حضراتكم المعلق الرياضي رامي بهجت، ويسعدني أن أنقل لحضراتكم أحداث مباراة كرة القدم الهامة جدا بين نادي الأهلي ونادي جانرز من زيمبابوي، المباراة التي تقام في إطار مباريات دوري أبطال إفريقيا دور ال 32. مباراة العودة، مباراة الذهاب كانت انتهت بفوز نادي جانرز بهدف مقابل لا شيء. موسوسا 11، إلفيس ميليكا 13، وكاتساندي 17، نورمان ماروتو الخطير صاحب الهدف في مباراة الذهاب 10، وهو رقم 28. هجمة للنادي الأهلي، عماد متعب داخل منطقة الجزاء، ممكن يسدد، ممكن متعب يرجع ورا، لسه فيها كلام، بركات ممكن يسدد، وادي هوبا، رايه من المساعد الثاني عبد العزيز المحراجي. لا بدايه حلوه للنادي الاهلي. دانيال فريمي بيطلع كره خارج الملعب، رامي تماس ابو تريكه، محمد بركات، والله زمان ابو تريكه وبركات ده كان ثنائي مرعب، والثلاثي بتاعهم ادي عرضيه، يا سلام يا سلام. احمد فتحي في نص الملعب، النهارده بيلعب ديفندر احمد فتحي، على طول تتلعب لابو تريكه، ابو تريكه واحد ضد واحد، هيعمل ايه ابو تريكه؟ يلم كورته ابو تريكه، يا سلام يا ابو تريكه، العبها لسيد معوض، انطلق سيد، عرضيه، يا سلام يا سلام. كوره موسوسه في نص الملعب، مضغوط عليه من احمد فتحي، يقطع احمد علي، يلعب لاحمد فتحي، ينطلق احمد علي في مساحه، يتلعب اماميه طويله، مفيش تسلل، عماد متعب، يلعب على طول لابو تريكه، ابو تريكه لعماد، يا سلام يا سلام. اي شكل اي طعم، ومش عايزين نشوف الحقيقه. ادي اماميه من النادي الاهلي، انطلاقه من احمد شكري حلوه جدا، احمد شكري داخل منطقه الجزاء، عرضيه، استلام من متعب، يفتح زاويه تسديد، ضربه جزاء، يا سلام يا متعب، يا سلام يا سلام، هو ده الكلام، ضربه جزاء بيحتسبها الحكم رضوان جيد، حكم اللقاء بيحتسب ضربه جزاء صحيحه 100%. على فكره هذا الحكم يعني من حوالي شهر ونص كده كان في مشكله كبيره جدا في اتحاد الكوره في المغرب، مباراه كان بيقوم باداره مباراه الاتحاد الزموري والمغرب الفاسي، ويعني اتهموه كده انه متحيز للمغرب الفاسي باحتساب ركله جزاء. ابو تريكه هيسدد، ابو تريكه ان شاء الله يسجل، ابو تريكه هوبا، يصد حارس المرمى تفاتزوا، ده كابتن فاروق جعفر، يمكن كان له دور كبير جدا في نهائي 84 شوتينج ستارز، الهدف الجميل، والنجم محسن صالح. هنشوف بقى في الاستوديو التحليلي، نشوف بقى ركله الجزاء دي، وهل هيبقى ليها دور؟ هذه عرضيه داخل منطقه الجزاء، ممكن الاول، مش ممكن. بس هذه اللعبه اللي فاتت يعني غريبه جدا، مش ممكن. بركات عرضيه داخل منطقه الجزاء، الهدف الاول للنادي الاهلي، يا سلام يا سلام، هو ده الكلام، الصغير الكبير احمد شكري، الله عليك يا ابو حميد، الله عليك يا احمد يا شكري، هدف بيعود للنادي الاهلي، بيعيد الدماء الى عروق جماهير النادي الاهلي مره اخرى بعد ركله الجزاء الضائعه. كده تنفس النادي الاهلي الصعداء، تنفست الجماهير الصعداء، واحد في لقاء الذهاب، واحد في لقاء العوده، نعيد من اول وجديد ونقطه ومن اول السطر. ادي اللعبه وادي ضربه راس جميله جدا كده لحد دلوقتي التعادل، يا سلام عليك يا شكري. هل النادي الاهلي ممكن يعني يمتلك زمام الامور؟ وهو ممتلك تماما. احمد فتحي غير وشه واتجه ناحيه اليمين، يلعبها على طول لاحمد شكري، اللي اتنقل يمين ونقل بركات شمال في اللعبه اللي فاتت لما عمل حلوه جدا عرضيه، بركات مره ثانيه، عرضيه، سنده من متعب، تسديد ابو تريكه، يا سلام يا ابو تريكه، نكسب مره اخرى النجم محمد ابو تريكه الى سابق تالقه في الملاعب. ادي على طول عرضيه بركات، يا سلام على عرضيات بركات، يا بركات حلوه جدا، لكن يعني عدت كده امام راس المهاجم الخطير عماد متعب بسنتيمترات قليله، شايفين؟ يا سلام يا متعب، متعب حب يلف يعني على حدود المنطقه، لكن مضغوط عليه على طول ومقطوع. ادي مره ثانيه المحاوله، زواو هتخد داخل منطقه الجزاء، يا سلام على الوحش المصري احمد عادل عبد المنعم، يطلع ويقفل كل زوايا التمرير والتسديد على هذا اللاعب. لكن مش ممكن يا جماعه، يعني التسلل واضح جدا، ده كلام يا بقالي. تعب ولا ابو تريكه؟ بركات في المرمى، هوبا، يا سلام، حارس المرمى يطلع تفاتزوا، تلعب على طول اماميه طويله جدا على حدود المنطقه، تعدي الكره عند سيد معوض، ادي اللمسه في منطقه الخطوره،
مش ممكن. حضراتكم على معلومة، أحمد شكري ده يعني هو خليفة وليد صلاح الدين، تفتكروا حضراتكم؟ هنشوف الهجمة دي ونكمل. أدي بينية حلوة لعماد متعب، عماد عدى عماد، ضربة جزاء. يا سلام يا متعب، عماد متعب بيقول أحلى كلام. عماد متعب ولد همام، عماد متعب متعب مفيش كلام، لكن منتهى الشجاعة. رضوان جيد فعلا مفيش كلام. ضربة جزاء 100%. محمد سمير والهدف الثاني دخلت بشق الانفس، ولكن المهم انها فرحت الجماهير الجميلة اللي موجودة في هذا اللقاء، وفرحت كل المصريين. 45 من الشوط الاول، الدقيقة الاخيرة من الشوط الاول، بيسدد ويسجل هدف ثاني جميل جدا، الجميلة جدا. ادي التحضير في نص الملعب من نادي جانرز، امامية طويلة لكن التغطية موجودة، احمد عادل خطأ قاتل. يا سلام يا عادل، احمد عادل لعبه حلوه جدا، احمد فتحي فتح له ناحيه اليمين، بركات يسندها البركات، ادي السنده العرضيه، يا سلام يا بركات لسه فيها كلام، عرضيه متعب، يا سلام يا متعب، مش ممكن، يعني جملة عالمية، ده مثل النادي الاهلي. لكن ايه يا بركات ده؟ ايه اللي انت عامله ده؟ وايه يا متعب ده؟ حارس مرمى والله جيد، حارس مرمى مش متأثر، حارس مرمى عنده ثبات انفعالي غير فنيا، بيعمل على طول فاولات كتيرة، لكن ما فيهاش خشونة جامدة. ادي احمد شكري، عرضية، استلام من متعب، متعب يلعبها حلوة في منطقة الخطورة، بركات، متعب، هوبا! صاحب الإنذار الوحيد في هذا اللقاء. 3-4 نقلات كده من جانرز مقرية ومقطوعة، أحمد حسن يلعبها حلوة، أحمد شكري عدى، انطلق شكري ويسدد لكن بيمينه. وادي الأمامية للنادي الأهلي في منطقة الخطورة، انطلاقة من محمد بركات يلعبها صغيرة لأحمد حسن، هتاخد بركات في منطقة الخطورة، عرضية، مش ممكن هذا الحارس، توصل لأحمد حسن، أحمد فتحي يلعبها ناحية اليمين لبركات، بينطلق بركات، بيعدي بركات من ناحية اليمين، ممكن يعمل عرضية، وقف على كورته ويرجع ورا، لأحمد فتحي، السندة من فتحي، يعمل إيه فتحي؟ عرضية، توصل لشهاب، مفيش تسلل، استلام حلو، هجمات النادي الأهلي، شهاب، تسديدة في منتهى الجمال والروعة. تلعب الكرة لنادي جانرز، والتحضير في نص الملعب، استلام من علي صديقي. يلعبها لألفيس ميليكا والتسديده قويه في منتهى الخطوره، يا سلام عليك يا احمد يا عادل، ما اروعك ما ابدعك، قدم اليمنى يعمل عرضيه عاليه جدا معديه، ضربه الراس في منتهى الخطوره، ويشتت دفاع النادي الاهلي شهاب احمد، وادي التسديده تخبط فوق الجمعه، توصل لشهاب وتوصل لاحمد حسن، احمد حسن يلعبها حلوه جدا، بركات بينطلق لشهاب، مفيش تسلل، شهاب يلعبها، احمد حسن يلعبها جميله، عماد انفراد، مش ممكن يا متعب، قفله من الاحوال. بطوله بدايتها كانت 1964، كان أول نادي فاز بهذه البطولة عام 1964 هو نادي أوريكس دوالا الكاميروني، بينما أول نادي مصري فاز بها هو نادي الإسماعيلي. دانيال فريم بدأ يعمل الزيادة العددية، ودي بقى تقلشة بعيدة جدا، لكن والله سيطر على الكرة بشكل رائع جدا في منتهى الخطورة، علي صديقي يرجع ورا في منتهى الخطورة، مش ممكن. تحضير من نادي جانرز، ممكن تكون الهجمة الأخيرة، إن شاء الله يقطع النادي الأهلي، لكن بيحسبها مخالفة نادي لحكم اللقاء، والله بيصفر حكم اللقاء، رضواني جيد، معلنة نهاية أحداث الشوط الثاني والمباراة بفوز غالي جدا للنادي الأهلي بهدفين مقابل لا شيء، بهذه النتيجة يصعد النادي الأهلي إلى دور الـ16، ينتظر الفائز من الاتحاد الليبي والدفاع الجديدي المغربي.